إذن حول نفس الهاشتاج ونفس السياق ينضم إلينا الآن الأستاذ محمد ربيع ديهي الباحث المتخصص في الشأن التركي. أستاذ محمد صباح الخير، أهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين، وكل عام والجميع بخير إن شاء الله. كل عام وحضرتك بخير. إذن كان هناك هاشتاج عرضناه منذ أيام قليلة جدا، كان عنوانه أردوغان ينقل سوريين إلى ليبيا أو إرهابيين السوريين إلى ليبيا. الآن هاشتاج آخر كما ذكرنا منذ قليل، أردوغان يدعشن ليبيا. هذا الرفض الشعبي والمنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مكثف، هل يسهم في شيء؟ هل من الممكن أن يكون له دور في ما يحدث الآن في داخل تركيا وتصويت البرلمان والمعارضة التركية وكل هذه الأمور؟ من المؤكد أن يعني أداة السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي الحديث أصبحت لها دور كبير جدا في تغيير وجهات نظر القادة أو الضغط على القادة، وأصبح لها دور أيضا في إيصال الكثير من المعلومات لدى الشعوب وإدراك وتوعية الشعوب بالمخاطر التي تحيط بها أو بعض الأشياء. ربما تكون أيضا هي سلاح ذو حدين، كنا نتحدث على أنها في بعض الأحيان يعني ترغب في هدم دول أو غيره، إلا أنها في أحيان أخرى تنشر الحقيقة التي باتت الآن واضحة للجميع، وخاصة كنا نتحدث عن الشأن التركي وأن أردوغان فعليا دعم الإرهاب والجميع يدرك ذلك، حتى المواطن التركي يدرك أن أردوغان دعم الإرهاب، أن أردوغان يعني يسيء استغلال ثروات حتى الشعب التركي في دعم ملف الإرهاب على مستوى العالم، سواء كان في الداخل السوري أو الآن حينما ينتقل إلى ليبيا. وإن كنا نتحدث عن دعم الإرهاب في ليبيا، فأردوغان منذ سقوط القذافي في 2011 ويدعم الإرهاب في ليبيا، يدعم استمرار الصراع في ليبيا لإطالة أمد الأزمة الليبية لاستغلالها في وقت لاحق. يمكن الآن أن نقول أن تدخل أردوغان في الشأن الليبي ومحاولة يعني تحويل ليبيا لساحة مثل سوريا كما كانت سوريا في السابق هي باتت واضحة الآن للجميع، وبات الجميع يراها، خاصة بعد أن فشلت محاولات أردوغان في أن يطيل أمد الصراع في سوريا وأن يستمر الصراع لفترة أطول في سوريا. الآن باتفاقه مع روسيا وبعد أن كانت روسيا هي الضامن في سوريا وغيره، حجم طموح أردوغان في التدخل في الشمال السوري، حجم طموح أردوغان في دعم الإرهاب، وربما كان ما زال يدعم بعض العناصر الإرهابية، إلا أنه انتقل الآن إلى اتجاه ليبيا بهدف السيطرة على ليبيا لما لها من موقع استراتيجي، وأيضا لما له من يمكنه يعني من استغلال ثروات نفطية في الشرق المتوسط وغيره. أردوغان يرغب في أن يزعزع استقرار المجتمع الدولي، ويدرك جيدا أن ليبيا يعني دولة مهمة جدا في السياسة الدولية، خاصة إن كنا نتحدث عن جغرافيا ليبيا التي تطل على البحر المتوسط والتي يمكن أن تكون يعني مصدر قلق للاتحاد الأوروبي وللدول الأوروبية، مثل ما هو دائما كان يستغل ورقة اللاجئين والهجرة وغيرها إلى الاتحاد الأوروبي. الآن إن فعل ذلك في ليبيا وإن تم سيطرته على الأوضاع في ليبيا من خلال دعم الإرهاب وغيره، ونحن نتحدث على أن سهولة انتقال الإرهاب من خلال البحر المتوسط اتجاه الدول الأوروبية مما يشكل تهديد مباشر على أمن واستقرار هذه الدول، يمكن لأردوغان أن يستغله في الضغط مرة أخرى على المجتمع الدولي وعلى الدول الأوروبية لاستفزازها من أجل كسب بعض الأموال. أيضا يمكننا الحديث على أن معدلات الهجرة غير الشرعية والتي ما زالت حتى الآن غير مضبوطة في ليبيا، خاصة إن كنا نتحدث على أن يعني القبضة الأمنية على الحدود البحرية أو غيره ما زالت ضعيفة أو هناك من يسهل مرور هذا، هي أيضا سعي من أردوغان. أيضا أردوغان يستغل الأوضاع في ليبيا للاستيلاء على الثروات والنفط الليبي، أيضا سوق رائج لي أن يروج هناك أسلحة أو غيره، أن يقتل الشعب كما يرغب أردوغان. أيضا هي فكرة جديدة لأردوغان أن يزعج مصر التي حطمت طموح تركيا في كثير جدا والطموح العثماني في التحول إلى الاستيلاء على المنطقة أيضا والاستيلاء على ثروات شرق المتوسط التي حطمته مصر باتفاق التي أبرم في بداية عام 2019 مع قبرص واليونان منتدى الشرق المتوسط. كل هذا حطم طموح أردوغان. أردوغان لديه الآن يعني عدة محاور يرغف وسيدعم بشدة الإرهاب في ليبيا. أولا ألا يعني يعطي نظرة أمل لمؤيديه أن يدعم الإرهاب في أن
يقلق الدولة المصرية، يقلق الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية. من وجهة نظري ما زال هناك يعني رفض دولي، وربما يكون هناك ضغوط دولية، وربما يكون هناك تدخل دولي، ربما نشاهد أيضا انشقاق فعلي في حلف النيتو وتدخل، أو ربما يتخذ موقف برغم أن اتفاقية حلف النيتو. طيب أو ما الذي سيجعل الموقف الدولي مختلف في حالة ليبيا يعني عن الموقف في حالة سوريا مثلا، في نفس السياق في الغزو التركي لسوريا كان هناك اعتراضات ايضا اوروبيه وغربيه، والمجتمع الدولي يعني اعترض واعلن فرضه عقوبات على تركيا، وهذه العقوبات لم تنفذ على ارض الواقع، ومن ثم تكشف ان هناك مصالح واتفاقات سمحت له بالدخول الى سوريا. ما المختلف في الحاله الليبيه الذي سيجعلهم يتخذون موقف حازم اكثر؟ المسألة الليبية أو ما يختلف الذي يدفع المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم هو وجود رفض، بدأ هناك إجراءات فعلية تترجم على أرض الواقع لمثل هذا الرفض. الآن الولايات المتحدة ترفع حظر التسليح عن قبرص، وهذه خطوة يجب أن توضع في الاعتبار في ظل هذا الوقت. هناك اليونان الآن بدأت الولايات المتحدة تدعم بعض القوات العسكرية وتزيد من بعض يعني التعاون العسكري بينها وبين اليونان. نحن نتحدث أن ليبيا هي أمن قومي مباشر لدول المتوسط. طيب ما هو اليونان وقبرص أصلا لديهم مشكلة مع تركيا حتى مختلفة عن الحالة الليبية، ولكن أتحدث عن الدول الأوروبية الكبرى، الدول الكبرى الأوروبية المهمة التي لها ثقل ولها دفاع مشترك، وأيضا أتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية. ما المختلف في الحالة الليبية؟ هل مثلا لأنها دولة مشاطئة للبحر المتوسط وهناك ثروات في هذه المنطقة هو ما يجعلهم سينتفضون مثلا؟ ليس الثروات فقط، وإنما لأنها دولة على البحر المتوسط كما أشرت، يمكن أن تنقل الإرهاب وتسهل نقل الإرهاب من خلال البحر المتوسط، يمكن أن تزيد معدلات الهجرة غير الشرعية وغيرها إلى أوروبا. هذه كل معدلات تقلق أوروبا الآن، ولدى الاتحاد الأوروبي هاجس كبير من هذه يعني الأفعال والمخاطر، وخاصة إن كنا نتحدث عن سهولة نقل إرهابيين بعد أن حرر أردوغان الكثير من الإرهاب أثناء عملية الغزو في الشمال السوري، وربما كانت عملية يعني الغزو في الشمال السوري هي عملية تسهيل مرة أخرى لإنتاج داعش أو في أماكن أخرى مثل ليبيا وانتقال داعش إلى ليبيا. جميعنا شاهدنا ورأينا كيف أردوغان سهل مرور الدواعش وسفرهم ودخولهم في ليبيا وشمال أفريقيا بهدف زعزعة استقرار القارة، وأيضا هدف الضغط على أوروبا. نحن نتحدث حينما نتحدث عن دولة متوسطية بها إرهاب يعني في حوض بحر المتوسط بها إرهاب يمكنه أن يقلق الاتحاد الأوروبي بصورة مباشرة. هناك خلاف تماما حينما نتحدث عن سوريا التي ربما تكون يعني أكثر ضررا لتركيا لبعض الدول القريبة من سوريا وليس الاتحاد الأوروبي مباشرة، ولكن ليبيا هي أكثر ضررا وأكثر خطورة على الاتحاد الأوروبي، لذلك سيكون هناك موقف طيب دولي. كل هذه الأمور من الممكن أن تجعل الجيش التركي يقع في مستنقع ليبيا وهذه الحرب الدائرة منذ يعني سنوات طويلة. لو حضرتك بتتوقع، هل سيصوت البرلمان ضد هذا القرار؟ هل سيكون هناك وقفة حقيقية أمام أردوغان من جانب المعارضة ومن جانب الأحزاب السياسية هناك؟ من المؤكد أن الأحزاب السياسية ترفض هذا القرار، وجميعها أخرجت بيانات تندد وترفض بمثل هذا القرار، وخاصة إن كنا نتحدث على أن الغزو في شمال سوريا كبد الاقتصاد التركي الكثير من الخسائر، حتى القوى العسكرية في تركيا خسرت أيضا، ولكن نتحدث على الصعيد الاقتصادي هناك خسائر كبيرة جدا لتركيا حينما بدأت غزوها في الشمال السوري، ربما تتكشف بمرور الأيام حجم هذه الخسائر الحقيقية. إن تدخلت الآن تركيا في ليبيا نحن نتحدث عن أزمة كبيرة جدا أقحم بها أردوغان تركيا في هذه، ربما يكون هناك ضغوط ورفض أيضا، وربما ما يرغب أردوغان فيه فقط هو أن يرسل مجموعة من المستشارين، وليس تدخل أو عمل عسكري بالمفهوم الكامل، وإنما مجموعة من المستشارين يوجهون ويديرون الأمور في ليبيا أو بناء قاعدة عسكرية في ليبيا. هذا ربما يكون هو أقصى ما يمكن أن يحدث في ليبيا من جانب أردوغان، ولكن سيعتمد في النهاية على جماعات إرهابية وعناصر إرهابية لتنفيذ مخططه.
يعني حتى لو رفض البرلمان لديه خطة أخرى بنشر مرتزقة وليس قوات نظامية. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد ربيع الديهي الباحث المتخصص في الشؤون التركية.